عليكم يا زعمي، نتمنى كاع اللي راكم تشوفوا هذا الفيديو تكونوا بألف خير. غادي تشوفوا مشترياتي لهذا العام المدرسي 2023. نبدأ أول شيء الكتب، وأغلف لكي أغلف الكتب، ومجموعة من الكراريس منها أعمال تطبيقية أحتاجها في الجغرافيا والعلمية والتاريخ، وهذه الكراريس نتقاسمها أنا وأختي صفحة 120 و64 و96. وهذا كراس للرسم لأختي، وهذه بوشات لأختي فيها لوحة وسيلة تاعها، دي بوشات لي فيها لوحة وسيلة تاعها، هذه أكتب فيها استعمال الزمن، هذه بوشات لي اللوحة للأدوات الفرنسية، وهذه مجموعة من السيالات، وممحات، وقلم الرصاص، ومنجرة لي ولأختي. وعندي أشياء حافظت عليها من السنة الماضية مثل مقلمة وأقلام ملونة وكوس ومنقلة ومدور ومسطرة ومحفظة وأشياء حافظت عليها أختي من السنة الماضية مقلمة وأقلام ملونة ومسطرة ومحفظة. اشترينا لها مئزر جديد. وفي نهاية هذا الفيديو سأعطيكم نصيحة جد مهمة، لازم تغيروا وقت نومكم واشتركوا في القناة ليصلكم الجديد. إلى اللقاء.